مثلا حاجه جديده لراي اهلا بكم. حراك دبلوماسي كبير في مسعى لترسيخ وقف اطلاق النار في اليمن. مبعوث الولايات المتحده الامريكيه تيم ويندلكينج قام بزياره لعدد من دول الخليج، السعوديه والامارات وسلطنه عمان، في محاوله لتثبيت وقف اطلاق النار وجعل الهدنه هدنه كاملة. ده طبعا بالرغم من أن كثير من المحللين بيروا أن الهدنة دي هدنة هشة، خاصة مع الاختراق المستمر من الحوثيين لهذه الهدنة. هل ستنجح هذه التحركات أم لا؟ ده اللي هيجيب عنه ضيفي في الاستوديو الأستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ شيخ. هستأذن حضرتك قبل ما نبدأ الحوار، هنتابع هذا التقرير اللي فيه الكثير من التفاصيل ونبدأ من بعدها المناقشة. دخلت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن مرحلة مفصلية مع تمديدها لشهرين تنتهي في 2 أكتوبر المقبل، بهدف منح المنظمة الدولية والوسطاء الدوليين والإقليميين فرصة تبدو الأخيرة لإقناع الحوثيين بتنفيذ التزامهم بفتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز، حتى يمكن الانتقال إلى اتفاق جديد أكثر شمولية يمهد الطريق للوصول إلى حل نهائي للصراع. وفي محاولة لتوسيع نطاق الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتعزيز جهود السلام في اليمن، قام المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندلكينج بجولة إلى المنطقة شملت كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تحركات جاءت بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار وأيضا إعادة الهدوء إلى منطقة شبوة النفطية التي شهدت موجة عنف بين قوات الأمن المتناحرة، قتل فيها ما لا يقل عن 80 شخصا وأصيب 68. وقد أكد المبعوث الأمريكي لليمن أن واشنطن تدعو كل الدول المانحة إلى التبرع بالسخاء وتنفيذ تعهداتها السابقة فورا من أجل الشعب اليمني، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحدها قدمت بالفعل أكثر من $1 مليار من المساعدات الإنسانية هذا العام، ليصل بذلك إجمالي مساهماتها في الاستجابة الإنسانية باليمن إلى ما يقرب من $5 مليارات منذ بدء الأزمة. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 2 أغسطس الجاري تمديد الهدنة السارية في اليمن لمدة 2 شهر إضافيين على أمل تكثيف المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام أكثر استدامة والذي لاقى ترحيبا دوليا. ويأمل المراقبون أن يمثل هذا التمديد بارقة أمل لإنهاء النزاع في اليمن بعد حرب مدمرة استمرت ل8 سنوات تسببت في أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم. مرحبا بكم من جديد. أضيفي في الاستوديو الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. كثرة التحركات باتجاه فض المشكلة في اليمن، ما الذي يميز هذه الخطوة؟ هل هو التوقيت أم هناك أجندة أخرى؟ بداية لأني بشكل شخصي والأسرع عن نفسي وعن الشعب المصري أتلقى بخلص العزاء لضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في إمبابة، وتمنياتي الغالية بالشفاء العاجل كل المصابين. فيما يتعلق بالأزمة اليمنية بالتأكيد هي يعني هدنة هشة، ولكن في طريق للحل إن شاء الله بإصرار الشعب اليمني والقيادة اليمنية وأيضا رجال القبائل اليمنيين وإصرار عربي لإنجاح هذه الهدنة، وبالتالي الموج في مرحلة المفاوضات لدعم الاستقرار والسلم الاجتماعي في اليمن. صحيح هناك حراك دبلوماسي، ولكن لا ننفي وجود الحراك السياسي من جانب المجلس القيادي التنفيذي للدولة في اليمن، سواء كان في المحافظات أو بالأخص في عدن، ودارتها شبوة.
المحافظة التي تشهد حراقا ألوان بسبب اعتداءات العناصر الراديكالية المسلحة على خط الغاز وخط النفط الذي يعتبر هو عصب الاقتصاد الوطني في اليمن. التحركات ليست بشأن الوضع السياسي، وإنما لحسم الجدال الدائر حاليا بين الأطراف اليمنية بشأن ما قبل اليمن ما قبل 1990 وما بعد 1990، أي اليمن قبل الوحدة وما بعد الوحدة، وإصرار كافة الأطياف والقوى السياسية في المحافظات اليمنية على الوحدة اليمنية، وإن كانت هناك بعض القوى تريد الانقسام والانشقاق وتسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية قبل المصلحة العامة والوطنية بتقسيم اليمن إلى شقين، اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، لهدف الاستحواذ على الثروات الاقتصادية والنفط والغاز، وأيضا الأهم من هذا هي المحاصصة، ترسيخ مبدأ المحاصصة والمذهبية، وده اللي مرفوض تماما لحل الأزمة اليمنية. يعني إذا كان هناك مساعي من بعض القوى أو من بعض الأصوات التي تطالب بمحاصصة أن يكون لها مناصب وحقائب وزارية مستقبلية، تكرار سيناريو العراق الذي لم ينجح حتى الآن وسيناريو لبنان، نعم، ولكن الوضع مختلف. فالأكثر تعقيدا هو اليمن، لأن شيع في العراق، أما في اليمن قبائل وزعماء قبائل، والوضع يختلف 180 درجة. فما زالت حتى الآن القبيلة لها صداها ولها مردودها وأيضا لها ثقلها السياسي، واللي يستطيع أن يحرك الأحداث وقتما تتأزم الأمور كما شاهدنا في أحداث شبوة. يعني أنا ذكرت فكرة التوقيت بسبب ما ذكره المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينج عن مؤدم خوف من الدور الروسي الصيني. هل هناك يعني هل هذه يعني تغير أوراق اللعبة؟ أشكرك يا أستاذ شيرين على هذا السؤال، لأن السؤال ده مهم جدا. أهميته بتقع فين؟ مبعوث الرئيس الأمريكي إلى اليمن وليس المبعوث الأمريكي يسعى إلى ترسيخ مبدأ المصلحة الأمريكية في اليمن، هي إن أنا أقدر أأثر على القوى الوطنية في اليمن بمضاعفة إنتاج النفط والغاز حتى أستفيد منه كولايات متحدة بسبب أزمة الغاز والنفط التي نتجت عن الأزمة الأوكرانية، انصح التعبير. ده المقام الأول. المقام الثاني، بعض وسائل الإعلام غير الوطنية تسعى إلى ترسيخ بأن الولايات المتحدة ند إلى المنظمة الأممية وكافة المنظمات الأخرى. يعني ما زالت حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحرك مبعوثها علشان خاطر تسيطر وتهيمن على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في منطقة اليمن، وهي منطقة الجنوب العربي الذي يعد من أهم المداخل الاستراتيجية إلى البحر الأحمر، والمنفذ الذي يربط الجنوب وقارات المحيط إلى الشمال في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن توسخ مفاهيم معينة ومحددة بدعمها للحوثي بشكل غير معلن، بمعنى الإصرار على دخول المعونات عن طريق ميناء الحديدية لفترة قريبة. دي رقم واحد بأبسط حاجة، دي مفضوحة جدا. أنا فتحت لك، أنا كلفت نفسي علشان خاطر أشغل لك مصادر تحويل النفط من شبوة ومن عدن ومصافي عدن، وأيضا المساعدات الإنسانية أنت مصر على أنك أنت تدخلها من الحديدة،
رغم انك انت عارف ان بيستحوذ على الشحنات الانسانيه والغذائيه هي الحوثي مش الشعب اليمني ولا الحكومه وايضا عائدات النفط والجمارك وغيره اللي بيستحوذ عليها مين؟ الحوثي. وليس الا ان النجاح الذي حققته الميليشيات الحوثيه في الضغط على الحكومه الشرعيه وعلى المجلس الرئاسي وجدت صداه وثماره على الارض، بمعنى انا بضغط عليكي علشان خاطر انت تقدمي لي تنازلات. انا مش هفتح لك الحصار بتاع تعز وهفضل مستمر فيه، في حين انها مش هقول بكاتبتين ثلاثه من قوات الجيش اليمني تستطيع ان تفتح كافه الطرق وتسيطر عليها، لان المنطقه دي منطقه استراتيجيه. هي مدعومه من عدد من الدول العربيه في الخليج. برضو دي من ضمن الحاجات اللي مع الاسف الشديد زياره الرئيس الامريكي قودت بيها حركه طيران تحالف دعم الشرعيه. بمعنى قالوا وقف الطيران بتاع تحالف دعم الشرعيه. علشان خاطر ما تزرعوش بيه الحوثي. فاصبح مفيش دور رقابي جوي الا الاقمار الصناعيه الامريكيه هي اللي شغاله دلوقتي وهي اللي بتمج الحوثي فقط بالتحركات على الارض. ومنعين وصول اي معلومات عن تحركات الحوثي الا بجهود الاستخبارات العسكريه اليمنيه المتابعه على الارض للتحركات الحوثيه وهي الحاكمه. واكبر دليل على كده انت وقعتي على الهدنه وجماعه الحوثي والحكومه ملتزمه. خلال 72 ساعه الماضيه سقط 14 مواطن يمني منهم بعض العسكريين قتلى في اعمال عدائيه من جانب واطلاق نار من جانب الميليشيات الحوثيه واصابه العشرات في المستشفيات برضو خلال برضه ال 72 ساعه في خلق للهدنه مستمر طوال 72 ساعه وما مرش اسبوعين اثنين على التجديد. اذا وانت الولايات المتحده الامريكيه رافضه انك انت تعززي الموقف الدولي وتقولي ان جماعه الحوثي جماعه ارهابيه. هل هي ما بتجملش الاطفال بتجامل الاطفال؟ هل هي بتسرق المعونات الانسانيه وتبيعها في السوق السوداء عشان تمول حربها ضد الحكومه الشرعيه؟ بتعمل كده. طيب هل هي كمان بتلتزم بالهدنة اللي وقعت عليها؟ لا. عندما يتحرك محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي ويقوم بزيارة إلى روسيا تقوم الدنيا ولا تقوم. لابد أن يكون هناك فزع أمريكي من الصين وروسيا هتيجي في اليمن وتتدخل. روسيا موجودة من زمان والصين موجودة من زمان والسفارات موجودة وحجم على فكرة حجم البعثة الدبلوماسية الصينية اضعاف مضاعفه لعدد البعثه الدبلوماسيه الامريكيه والكلام ده انا شهدته بعيني بام عيني في وانا في اليمن 2011 12 13. يعني هذه نقطه هامه وخاصه ان اليمن هي باب اكثر من 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 منطقه هامه. هتوقف عند هذه النقطه ونتابع ما ذكرته الصحافه ونعود مره اخرى بفي في الاستوديو. دكتور أحمد سيد أحمد يرى أن تمديد الهدنة لفترة ثالثة يمثل إنجازا في حد ذاته لأنه يعكس رغبة من طرفي النزاع ومن المجتمع الدولي في وقف الحرب وأعمال القتال بعد قناعة الجميع بأن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق أي أهداف وأن التسوية السياسية التوافقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. ويرى خبراء وسياسيون في صحيفة العين أن فتنة شبوة فضحت الكثير من أوراق الإخوان منها استخدام الإرهاب كورقة ضغط والإخلال بالأمن وممارسة الابتزاز السياسي. وإنما يراهن التنظيم الإرهابي على إحداث انقسام في توافق المجلس الرئاسي كآخر سلاح لإبقاء نفوذه داخل مؤسسات شرعية. أما الكاتب أحمد محمود فيرى أن نجاح أي مساعي للسلام في اليمن سيحتاج إلى دعم وإسناد سياسي واقتصادي من الإقليم والعالم، والتحالف العربي هو في صدارات الأطراف الداعمة والمساندة لهذه الخطوات، ودوره كان وسيظل أساسيا ومحوريا في الدفع باتجاه اتفاق شامل لوقف الحرب. وأخيرا
يشير المحلل السياسي باسم الحكيمي إلى أن ظروف التسوية في اليمن لم تنضج، وجولات المحادثات المدنية والعسكرية مع الحوثيين برهنت أنهم ما زالوا بعيدين عن السلام، وأنهم يرتبون أوراقهم ويستعدون لعودة القتال ويعملون على ذلك. وكان ذلك واضحا من خلال الحشود الكبيرة التي تم الدفع بها إلى خطوط التماس في شرق مدينة تعز المحاصرة أو في جنوب مأربة والحديدة. برحب بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو الاستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. توقفنا قبل التقرير عند حجم التواجد الصيني الروسي في اليمن، ويعني بنلف تاني ونعود الى الحرب الروسيه الاوكرانيه، هل هي يعني المحرك للوضع في اليمن الان؟ لا بد ان نوضح ان هذا ما تم الاشاره اليه هو حجم الدبلوماسي، حجم البعثات الدبلوماسيه وليست التواجد العسكري، لان الولايات المتحده الامريكيه كانت موجوده. عنيد انا اعني التواجد باي شكل. الولايات المتحده الامريكيه كان ليها تواجد في جنوب اليمن، وكان اول من ادخل نظام الطائرات المسيره بدون طيار وسيطر عليها من حيث التصوير والقصف لمجابهه عناصر تنظيم القاعده في اليمن، كانت الولايات المتحده الامريكيه اللي كانت بتتعامل في معسكر 24 فبراير جنوب اليمن 21 فبراير. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، وهي ان هناك اتفاق غير مؤلم بين الولايات المتحده الامريكيه ايران الحوثي على ان يقوم الحوثي بدوره في اليمن على هذا النحو حتى لا يحدث استقرار سياسي اقتصادي في اليمن. نستطيع ان نسلب كل المنتجات، نستطيع ان نؤثر على القياده المتواجده في ظل هدنه هشه لمضاعفه انتاج الغاز الطبيعي وايضا النفط، وسحب هذا الى الاسواق الامريكيه والاوروبيه لتعويض النقص الحاد بسبب الازمه الاوكرانيه. لا بد ان نوضح هذا، ولا على فكره يعني لب الموضوع دي رؤيه استراتيجيه اقتصاديه امنيه فاعله على الارض تنفذ على الارض. طب والا ما كناش بنقول احنا بنشوف دلوقتي تحركات. اين المبعوث الاممي لدى اليمن؟ التركيز كل وسائل الاعلام الغربيه الموجهه من الولايات المتحده الامريكيه تركز على اداء كل الاجهزه، حتى قناه العربيه تركز على تحركات المبعوث الرئيس الامريكي الى اليمن، وما بتقولش المبعوث الرئيس الامريكي، يتعمدوا يقولوا المبعوث الامريكي على اساس ان المبعوث الاممي قدامه نظيره الامريكي. يعني الدور الامريكي موازي ومتاخم الى الدور. وحتى تلاحظي هم بيركزوا على ايه؟ يقول لك الولايات المتحده الامريكيه قدمت معونات ومساعدات لليمن مليار دولار امريكي. مليار دولار امريكي، ده انت ما دفعتش حصتك في الدعم لليمن يعني في مؤتمر المانحين. انت ما دفعتش حصتك بالكامل علشان تقدمها لليمن في مؤتمر المانحين. ما انت هتقدم ازاي؟ اما عن طريق الامم المتحده او عن طريق مؤتمرات المانحين اللي كانت بتتعمل، وهي بتحول هذه الارصده الى المنظمات الاغاثيه التابعه للامم المتحده والعامله في اليمن، ومنها امريكان انت بتمولهم وبتقوم بدور فيهم. اذا انت بتستخدم المال لتضليل الراي العام العربي وتبين وتضخم مجهودك الدبلوماسي والتفاوضي امام الامم المتحده لفرض السيطره. طب انت حققت نجاح قد ايه؟ احنا عايزين نعرف انت حققت نجاح قد ايه؟ طب النجاح الحقيقي اذا اتنسب ينسب لتحالف دعم الشرعيه بقياده المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات ومصر وعدد من الدول الاخرى. هذا هو النجاح الحقيقي. يعني ما اجبروا الحوثي على الهدنه والجلوس على طاوله المفاوضات الا
لضغوط عربيه عربيه لمجلس الامن واللجوء لمجلس الامن والجلسه الصريح بتقديم قيادات الحوثي الى المحاكمه الجلسه الاستئناف. طب بتهمه ايه؟ بتهمه جرائم حرب في زمن الحرب والسلم ضد الانسانيه. انت عملت بنت في الاطفال تزرع الغام كل ده على فكره وعودتها لكونها تصرفها الولايات المتحده. بصي الولايات المتحده تعود الطرف ومش شايفه انها هو وعود التصريح على انها جماعه ارهابيه في حقهم الشرعي والحصول على حقهم الشرعي لوطنهم ده ارهاب. لكن اللي بيعمله الحوثي على الارض ضد الاطفال والابرياء والنساء والعزل وتجويع تعمد تجويع اكثر من 19 مليون مواطنه ومواطن وطفل يمني امام العالم كله ده مش جريمه حرب ولا جماعه ارهابيه لا ضد بكيوت بالناس. طب بالعودة أستاذ عصام بالعودة لقضية أزمة الطاقة وحضرتك أكدت أكثر من مرة أن أحد المحركات هي أزمة الطاقة. نعم. إيه اللي يعني سيطرة المجلس الانتقالي على شبوة المدينة النفطية؟ هو المجلس الرئاسي مش بيسيطر على شبوة. نعم. علشان بس نكون واضحين. نعم. المجلس الرئاسي تدخل لحل بعض الأزمات التي طرأت على محافظة شعوة بعد تفجير محاولات تفجير من العناصر الراديكالية المسلحة لخط النفط وخط الغاز في شبوة منذ أكثر من 72 ساعة. تم تفجير خط النفط والغاز فتدخل المجلس الرئاسي وقال احنا بنشكل لجنة لتقصي الحقائق بشفافية ومحاسبة اللي قام بالدور اي مكان تحريدي او تنفيذي او اجرامي بشان هذه الى جانب بعض يعني القوى الوطنيه حاولت ان تلقي اللائمه على احد الدول العربيه بانها المسؤوله عن هذه التحركات في هذا التوقيت، وهذا كلام منافي للواقع ومنافي للحقيقه. الذي كانت تقف وراء هذا هي عناصر راديكاليه مسلحه تبع تنظيم القاعده واخرى تابعه لداعش بتحريض من الميليشيات الحوثيه وقيادات الحوثي لتقويض عمليه انتاج وتصدير النفط لعرقله الاقتصاد الوطني. هم مش عايزين المسائل تسلم. لذا انا بطالب من هنا ومن هذه المنصه بضروره عوده لواء العمليق الى القطاع الغربي مره اخرى والسيطرة على الجبال والهضاب المطلة على محافظة ومدينة تعز. ما يبقاش في أزمة خلاص. إذا رجع لواء العمليق هل ده حل قائم حضرتك؟ لا ده هم عشان يمضوا على التمديد الثالث قالوا اخليني القطاع الغربي كله الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر من لواء العمليق. بعيد لواء العمليق اللي كان عامل رعب للحوثي كانوا بالظبط زي الوحوش اللي بتاكل الذئاب او بتاكل الثعالب. نعم. شوفوا حل، انتوا عايزين نوقع هنوقع بس اخلوا القطاع الغربي كله من لواء العمليق. نعم. وابعتوا اللواء ده في اي مكان تاني بعيد. أنا بقول لو رجع دور لواء العمالقة مرة أخرى أو بلاش النخبة ابعت يا سيدي كتيبة من النخبة هتأمن لك كل الطرق الجبلية وكل النقاط العالية في الهضاب الجبلية وهتبقى المنطقة دي خالية تماما من الحوثي لأن الحوثي جبان جدا. هو بيعتمد على انه يغير اماكن ويتمطرس على اعلى الجبال والهضاب. معرفتهم الكبيره بالجبال، طب بغض النظر عن اسباب التحرك يعني الحالي، ما المتوقع من هذا الحراك الاممي والامريكي والدولي عامه؟ هرجع واقول مره اخرى ان الحل لم ياتي من الامم المتحده وطبعا بالطبيعي يعني مش هيجي من امريكا، لا يمكن، امريكا بتسعى الى مصلحه.
يعني لو قامت قام الرئيس الامريكي سحب المبعوث بتاعه مش هنغير حاجه في الوضع. نعم. لو بكره سحب المبعوث وسحب السفاره كلها وبعث وسحب البعثه الدبلوماسيه كلها لن يتغير الوضع قيد الامنه في اليمن ولن يتازم ولن تحبط اي اعمال ارهابيه بل بالعكس هيكون الوضع اكثر استقرارا واكثر امنا لان مش هيلاقوا حد بيقادر الوضع الحوثي محاولا ان يوهم الراي العام العالمي والمحلي بانه له دور في الاراضي الامنيه والاستقرار في اليمن. لا طب ماذا عن اذا اذنتي بس اذا اذنتي عشان خاطر بس الرؤيه تبقى كامله وواضحه وما تبقاش العمليه منقوصه. نعم. طب مين اللي هيعوض الدور الامريكي يا استاذ عصام؟ يعني هو كلام كده وخلاص؟ انا بقول لك لا، اليمنيين انفسهم هم اللي هيتولوا المساله الملف ده وهم اللي هيتفاوضوا مع عناصر الحوثي لان مش هيبقى في حد بيدعمهم. نعم. مش هيبقى في حد. اولا مصر والسعوديه بتبذل مجهود البحريه بالتحديد تحيه كبيره لرجال البحريه سواء كان في المملكه العربيه السعوديه او في مصر للسيطره على والرقابه اللصيقه على سواحل البحر الاحمر لحد مدينه باب المندب لمنع دخول اي شحنه اسلحه. بتخش منين الاسلحه؟ بتخش من الجنوب من عند شبوه وابيض. بتخش من المنطقه دي علشان خاطر توصل فين؟ توصل في عمران وصعده في اقصى الشمال. وايضا لن نستطيع ان ننفي ان هناك عمليات تهريب صغيره بتتم عبر قوارب الصيد الخفيفه للحديد. هيحصل ايه اللي هيحصل؟ مطلوب حاجتين مهمين جدا. طب هل الحاجه الاولى تفعيل القضاء العسكري. نعم. بتجريم الانتماء الى الحوثي او للواء تحت لواءهم او لبس الزي العسكري في اي فعاليات مع العناصر الحوثي. الامارات السعوديه استصدرت قرار بان الحوثيين جماعه ارهابيه. ايوه المملكه العربيه السعوديه في فرق. نعم. لان المملكه العربيه السعوديه اذا منعت هتمنع ايه؟ هتمنع البنوك اللي هي ليها سيطره عليها. نعم. والشركات الاقتصاديه الكيانات الاقتصاديه اللي هي تابعه عليها هتمنع التعامل وهتمنع دخول العناصر الحوثيه. نعم. المذكوره وفقا للكشوف والجداول اللي لديها. لكن لما تبقى الولايات المتحده الامريكيه هتخش بقى في تجريم تاني. طب لما تكون الامم المتحده هتخش في مرحله ارقى. نعم. والتجريم هيبقى اعلى، هيبقى على الكيانات الاقتصاديه اللي تبع الحوثي. احنا عندهم 150 شركه بتتعامل في مليارات المليارات من الدولارات. نعم. بتمولهم وتجاره سلاح وتجاره نفط وتجاره بشر وتجاره اعضاء بشريه. يعني شوفي ما فيش حاجه ما عملوهاش من الجرائم. نعم. الناقله للحدود او العابره للحدود. نعم. كل الجرائم العابره للحدود هم بيقوموا بيها الحوثي وبيساهموها. نعم. فعشان كده بقول لك تفعيل القضاء العسكري علشان نجرم اي حد ينتمي لهم. اثنين، تفعيل القضاء المدني في تحميل قيادات الحوثي جرائم الحرب اللي بتحصل، الاطفال اللي بتبقى ضحايا الالغام الارضيه ضد الافراد وضد المعدات. نعم. دي كلها لازم تتجرم. يعني بهذه الكلمات بنختتم مساحه للراي لهذا اليوم. كان معايا في الاستوديو مشرفنا طبعا الاستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. شكرا لحضرتك. شكرا. الشكر لكل من شارك في هذه الحلقه وشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا جزيلا لكم.